الرب يقول ده لكل ابن وابنة هنا، اسألني أعطيك الأمم ميراث، اسألني أعطيك الأمم ميراث. قبل ما إبراهيم يبقى عنده ابن، إبراهيم وقف من أجل سدوم وعمورة. البعض هنا ما بيوقفش من أجل أمم، يقول لا بس لما أنا أخف بس الأول أصلي للآخرين، لما أنا بس ربنا يستجيب لي في ولادي أصلي لإيران. رب يجي يقول لك لا لا لا، لما تصلي لإيران هستجيب في ولادك، لما تصلي لإيران هشفي رجليك هشفي عينيك. رد الرب سبي أيوب لما صلى أيوب لأجل أصحابه، مش لما صلى أيوب لأجل نفسه ولا لأجل سبيه. مش محتاجين حاجة من العدو تزقنا عشان نبتدي نصلي للأمم حوالينا. كلمة الرب كافية جدا، اللي بيقول بيرمي في حضننا أمم وشعوب. فافتح إيدك معايا، رب يرمي في حضننا مسؤولية أمم وشعوب. بقولك ببساطة أذكر اسألني فأعطيك الأمم، اسألني اسألني، مش بقولك أي حاجة، بقولك اسألني. فمد إيدك كده وقول رب أنا بستقبل التكليف. قبل ما إبراهيم يبقى عنده ابن، أنا مصلي من أجل سدوم وعمور. مفيش شيء يوقف إن صلواتك تغطي الشرق الأوسط، في شيء يمنع، بل بالعكس ده هو ده اللي بيفتح في بعض أحيان الأوضة المقفولة بتاعتك وروح الصلاة المقفول اللي عندك، إنك تصلي في اللي رب بيعمله الزمن ده. رب باصص من فوق على الشرق الأوسط وبيقول لمصر قومي، هلم خارجا يا مصر، هلما خارجا يا أبطال مصر، هلما خارجا يا كنيسة مصر. مدي إيديكي في الروح، مدي إيديكي في الروح على سوريا وعلى الأردن وعلى العراق وعلى إيران وعلى الخليج وعلى الكويت. مدي إيدك لأن الرب عايز يعمل حركة روحية قوية باسم رب يسوع. الكويت برغم أنها مدينة صغيرة، بلد صغيرة، الكويت مفتاح لأمور كثيرة في الخليج، الكويت مفتاح لأمور كثيرة جدا في الخليج، وحركة الروح القدس على الكويت ستزداد ومحدش هيقدر يوقفها. حركة الروح القدس على الكويت ستزداد ومحدش هيعرف يوقفها في اسم رب يسوع. في شيء يمنع انك تمد ايديك لتونس لسوريا، في شيء يمنع انك تمد ايديك للمغرب والجزائر، في شيء يمنع انك تمد ايديك لتشاد ومالي. تقولي دول برضو في المسؤولية، اقولك نعم. يلقون في أحضانكم من بعيد ومن قريب، يأتون ببناتكم من بعيد وببنوكم من أقصى الأرض. دول إيه؟ دول أمم بيرموهم في حضنك ويقول لك قوم استنيري، مجد الرب يرى عليك، أوسعي مكان خيمتك، أطيلي أطنابك، لا تستحين لا تخزين عوضا عن ترملك، بالأثمد أؤسسك، كل تخومك حجارة كريمة، كل بنيك تلاميذ للرب. أنا بغير المادة، رب يغير المادة جواك. حط إيدك على بطنك قول يا رب أنت بتغير المادة فيا، بتغير المادة في شخصيتي في نفسيتي عشان أقف وأحمل البنى اللي أنت بتبنيه. رب يبني بنى عظيم، ورب بيحط حجارة كريمة جواك عشان البنى يقف على أرض قوية في حياتك باسم رب يسوع، فتقف من أجل أمم. اسألني يا ابني، اسألني الأمم فأعطيك الأمم ميراثا باسم رب يسوع. اللي بيصلي للأمم مش هخاف من أي حاجة، اللي بيصلي للأمم مش هخاف من أي حاجة، هيبص من فوق